طب محمود انت ناوي على ايه؟ يعني انت مقسم حياتك ازاي ان شاء الله حياتك الفنيه؟ والله هو انا ناوي على ان انا كل فتره اقدر انزل اغنيه سنجل، يعني الظروف تسمح لي بده والانتشار اسهل يعني. شويه دلوقتي يا محمود السوشيال ميديا طبعا سهلت شويه، طبعا طبعا فرقت كتير جدا معانا مع جيلنا، يعني ان انت تقدر بصوره بسيطه توصل لعدد كبير من الناس وبس يعني.